ما تفقدهاش هنا بقى، ما تضيعش الكره هنا. ادي وليد سليمان يلعبها لسيد معوض، وليد يجري ياخد مكان، يستلم بالفعل وليد، ادي وليد والعرضيه خطيره جدا، مش ممكن، جول جول جول، اوسو اوسو بعرضيه وليد ثم الراسيه والمتابعه النموذجيه من الايفواري، اوسو كونان يسجل، يدون اسمه، يترك بصمته مع النادي الاهلي بتسجيل هذا الهدف الجميل والملعوب. الهدف من بدايته ملعوب، بقول لكم ادي سيد معوض، وليد سليمان وعرضيه روعه، والراسيه من مين؟ من تريكا، والقائم يعاند تريكا، لكن كونان بيجيب اجوان. ادي الكره العرضيه الروعه، روعه من وليد، والراسيه الاروع. لولا القائم، لولا القائم كان تريكا وصل لمرمى ادريسو، لكن كونان يوجه رساله لتريكا ويقول له ولا يهمك انت ما سجلتش، القائم وقف قدام حسام البدري قبل المباراه كان وعد انه لن يكتفي. اه كوره كوره، والتعادل، التعادل لبيريكوم تشيلسي من داركو اوبوكو، جوردان داركو اوبوكو. الكرة في الزاوية اليمنى، والشريف في الزاوية اليسرى بخطأ دفاعي أهلاوي. لسه كنا بنتكلم عن الأخطاء الدفاعية، لكن أخطاء دفاعية لبيريكوم تشيلسي، المرة دي يغلط دفاع الأهلي. شريف عبد الفضيل يطلع على الفاضي، وشريف إكرامي يتوقع الكرة كمان غلط، يروح في زاوية والكرة في زاوية. لكن على العموم، على العموم 1-1. رجعنا لنقطة البداية، أدي الشريف وداركو أوبوكو، تمر الكرة، تعدي الكرة من شريف، وكان ممكن شريف يبذل، شريف إكرامي بقى يبذل عليها مجهود أكتر من كده، لكن على عموم الكرة صعبة وقريبة ومكان صعب جدا، مكان مستحيل. على أي حال رجعنا لنقطة البداية، عدنا للتعادل لكنه إيجابي.